بيباس. الإخلاء عند الزلزال. أخيرا حصلت عليها. سيدي هذا لك. ماذا يحدث؟ أوه لا، إنه زلزال. تأكدا من سلامة الجميع. توقفوا، ابقوا هادئين جميعا، غطوا رؤوسكم وابحثوا عن مكان آمن للاختباء. أسرعا تحت الطاولة، تمسك جيدا. انظروا إلي، اختبئوا بالقرب من الأعمدة وفي الزوايا وتحت العدادات. ابتعد عن النوافذ، يمكنها أن تنكسر. تعد المراحيض أماكن جيدة للاختباء لأنها صغيرة وقوية. إذا سأبقى هنا. هل توقف؟ من الممكن أن تكون هناك هزات ارتدادية، لنخلي المكان الآن عبر مخرج الطوارئ. اصطفوا ولا تدفعوا الآخرين. من هنا. المساعد سيكون أسرع. أسرع أسرع، لقد وصل. توقف. المصاعد يمكن أن تتعطل في أي وقت، لذلك علينا استخدام مخرج الطوارئ. كان ذلك مخيفا جدا. كان كذلك حقا. شكرا على إخراجك. أنت الصوص الصغير. أجل، أنا الصوص الصغير. أين بطي الصغير؟ البط الصغير، البط الصغير. سيدة بطة، ماذا حدث؟ بطي الصغير مفقود. ربما لا يزال في المبنى. بابيون ابقي هنا وحافظي على سلامة الجميع. عارف. توبي تعال معي لنصعد عبر مخرج الطوارئ. أثار أقدام البط الصغير. توبي من هذا الاتجاه. أيها البط الصغير، أيها البط الصغير. دوبي هل أنت بخير؟ أنا بخير. إنه البط الصغير. أخرج أرجوك. دعها فحسب. انتبه. إنها هزة ارتدادية، اختبئي الآن. لا، إنهم في خطر. لقد توقف، لنخرج من هنا. هنا هنا.
انتبها! نذهب! لا! بابيون! أسرعوا! صغيري! جدتي! صغيري! أنا سعيدة جدا لأنك بأمان! حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا حدث زلزال أثناء وجودكم في مركز تجاري أو محل كتب أو قاعة عرض، فلا داعي للضعف، ابقوا هادئين. إذا كنتم بعيدين عن مخرج الطوارئ، فاختبئوا في أقرب مكان آمن. اختبئوا تحت طاولات أو أثاث قوي، أو اجلسوا بالقرب من عمود أو في زاوية الجدار، وغطوا رؤوسكم. ابتعدوا عن النوافذ والرفوف واللوحات الإعلانية والمصابيح المعلقة، قد تنهار أو تسقط بسهولة. انتظروا حتى يتوقف الاهتزاز، ثم قوموا بإخلاء المبنى عبر مخارج الطوارئ. لا تستخدموا المصعد أو السلم الكهربائي أبداً، واتركوا أغراضكم. وف! لا تستخدم مساحيق تجميل الكبار. أنا ذاهبة إلى الحفلة التنكرية. ها؟ 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 واو! إيه؟ أوه. وقت التجميل. أوه. أتشو. إيه؟ أوه. إيه؟ إيه؟ سأري أصدقائي كم أبدو رائعة. لماذا أشعر بحكة شديدة؟ أين الأرنبة الصغيرة؟ هناك الأرنبة الصغيرة. ماذا حدث؟ نقيب لابرادور، أثناء انتظار الأرنبة الصغيرة رأينا وحشاً أحمر الوجه. الوحش لم يأخذ الأرنبة الصغيرة، أليس كذلك؟ مخيف جداً. دوبي، لنذهب ونلقي نظرة. أشعر بحكة شديدة. نظارتي، نظارتي. يا إلهي، وحش! هل أبدو كوحش حقيقي لهذا الحد؟ أنا وحش! ماذا حدث لي؟ هناك، لنذهب! أحمر شفاه، علبة مساحيق من هنا. لماذا أشعر بحكة شديدة؟ هذا مؤلم. أيها القط الصغير، وحيد القرن الصغير. Oh!
يوجد وحش هناك. إنه قادم. هيا بنا. أذان طويلة، شفاه حمراء، أحمر شفاه وعلبة تجميل. لقد فهمت، إنها الأرنبة الصغيرة. لابد أن لديها حساسية تجاه مساحيق التجميل. انتبهوا. الأرنبة الصغيرة دوبي اركب. الأرنبة الصغيرة أرنبة الصغيرة النجدة إلى المستشفى. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، مساحيق تجميل الكبار تحتوي على العديد من المكونات التي لا تناسب الأطفال. إذا استخدمتموها قد تحمر بشرتكم أو تنتفخ أو قد تسبب الحكة، وإذا تناولتموها خطأ قد تصابون بألم في المعدة أو تسمم. لذا لا تستخدموا أبدا مساحيق التجميل المخصصة للكبار. وإذا كنتم ترغبون في وضع المساحيق فرجاء استخدموا المنتجات المخصصة للأطفال. رجاء تذكروا ذلك. حافظ على سلامة معلوماتك الخاصة. عزيزتي انظري هنا. واو، كم هي رائعة! سأنشرها على الإنترنت الآن. حسناً، سنحصل على الكثير من الإعجابات، أليس كذلك؟ صورة جديدة، إنها تحب مشاركة صورها على الإنترنت. من السهل جداً الحصول على معلوماتها. أمي، أريد كعكة. حسناً، الماما ستحضرها لك. انتظري هنا، اتفقنا؟ أخيراً، الآن هي فرصتي. مرحبا صغيرة القرد. من أنت؟ أنا صديق أمك، لقد طلبت مني أن آخذك إلى هناك. لكني لا أعرفك. أمك أخبرتني الكثير عنك. عمرك 4 سنوات وتذهبين إلى روضة زهرة عباد الشمس، أليس كذلك؟ إذن هل أخبرتك ماذا أحب أيضا؟ دعيني أفكر. وجدتها. تذكرت، أنت تحبين تسلق الأشجار وتحبين الأميرات. هذا مؤلم. لنذهب وننتظر أمك هناك. انظري عزيزتي، الماما اشترت الكثير من الكعك. أين ذهبت؟ عزيزتي، أين أنت؟ هيا بنا. سيدة قرد، ما المشكلة؟ نقيب لابرادور، ابنتي مفقودة، لقد كانت هنا منذ لحظات. لا تقلقي، سنذهب للبحث عنها الآن. سيد ثعلب، أظن أننا قد ابتعدنا كثيرا. ابقي هادئة، فقط اتبعيني. لا أريد الذهاب. لا. بسرعة. ماذا تفعل؟ توقف عن مضايقة الصغيرة. لا لا، أنا فقط أحاول أن أخبرها أن وقت العودة للمنزل قد حان. أنت ثعلب وهي قرد، أنتما لا تبدوان عائلة. إنه أنا
صديق أبويها. انظر. لحسن الحظ أنني حضرت صورة. أنت محق بالفعل. صغيري الجاموس دائما ما يبقيني مشغولا أيضا. يجب أن أغادر المكان. سيارتي. هل رأيت صغيرة قرد في الجوار؟ المعذرة، هل رأيت صغيرة قرد في الجوار؟ تقصد هذه الصغيرة التي في الصورة؟ كيف حصلت على صورة عائلتي؟ هذا غريب، لماذا يوجد ثعلب هنا؟ الثعلب أعطاني هذه الصورة، قال إنه صديقك. ماذا؟ أنا لا أعرفه حتى. أظن أن الثعلب استخدم الصور والمعلومات التي نشرتها عبر الإنترنت لاختطاف الصغيرة. كل الجرائم تترك أدلة. مرحبا، هذه بابيون. بابيون، الثعلب خطف صغيرة القرد. نحتاج مساعدتك في العثور على موقعهما. ليس هناك مكان للهرب. أظهر نفسك يا ثعلب. آسفة، هذا خطأي. أرسل الموقع الآن. وجدته من هذا الاتجاه. أريد الذهاب إلى المنزل. أوقف السيارة. شرطة، تظنان أنكما تستطيعان الإمساك بي. لنسلك طريقا مختصرا ونعيق. حسنا. صغيرة القرد. نقيب لابرادور. لا أحد يستطيع الهروب مني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، يجب أن لا تنشروا أبداً معلومات خاصة عنكم أو عن عائلاتكم على الإنترنت، قد يستغلها أشخاص سيئون. تأكدوا من تذكير أبويكم أيضاً. لا تلعب مع النمل. الحفارة جاهزة للحفر. الدلو يتحرك. الخبز يتحرك أيضا. لماذا كل شيء يتحرك؟ خبزي. أوتش، هذا مؤلم. أخي، ما المشكلة؟ ذراعي تؤلمني. مرحبا، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، أرجوك ساعدنا. أخي عضه خبزة. ماذا؟ عضه خبز؟ سنكون هناك في الحال. كل الألعاب والوجبات الخفيفة تحركت لوحدها، ثم عض الخبز ذراع أخي. أيها الصوص الصغير، أين تأذيت؟ هنا، إنها تؤلمني كثيراً. إذن هذا صحيح، خبز يستطيع الركض ويعض الآخرين. توقف. إنه مجرد خبز عادي. احذر من النملة. يبدو أن الصوص الصغير تعرض للعض من نملة كهذه، تبدو سامة، يجب أن نأخذه إلى المستشفى. لا تعضيني يا
أخصوص. لقد انصرفت. الكثير من تلال النمل. وهنا أيضا الكثير من النمل. أولا اركضا. إنهم قادمون. توقفوا عن مطاردتنا. أسعدا. لن يمكنكم الإمساك بنا الآن. النمل ما زالوا يلاحقوننا. بسرعة. هيا. الآن لا يمكنكم اللحاق بنا. حقا لا أستطيع أن أصدق هذا. إنهم هنا. اركضا. أقرب لابرادور، ماذا سنفعل الآن؟ سأتصل ببابيون لطلب الدعم. ها؟ ما هذا؟ أيو، إنه نتن. بابيون، نحن مطاردون من النمل، نحتاج لمساعدتك. النمل؟ عرفت ماذا سأفعل، سأكون هناك في الغار. من هنا. الآن لن يمكنكم الوصول إلينا. نحن نصبح أقصر. أو لا، إنهم يحاصروننا. إنهم يحاولون عودة مؤخرتي. بابيون دائما لديها الحل. قنبلة الرائحة الكريهة. أليست هذه جواربي؟ رائحتها كريهة. أخيرا نحن بأمان. بابيون، إلى المستشفى، الصوص الصغير يحتاج للعلاج. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، يجب ألا تلمسوا النمل أو تقتربوا كثيراً من تلاله. بعض أنواع النمل سامة، إذا عضتكم يمكن أن ينتفخ مكان العضة أو تتعرض حياتكم للخطر. رجاءً تذكروا ذلك. لا تلعب بمعدات إطفاء الحريق. لنذهب إلى هناك. واو، رائحتها ذكية جدا. إعصار البطاطس لذيذة، تفضلوا. ما تلك الرائحة؟ نايلي. إنه حريق. انتبهي. ساعدوني. هاتي مدفعة الحريق. أين هي؟ ساعدوني. أنا قادم. Ha! Ha! Ha!
كان ذلك وشيكا. كادت مؤخرتي أن تحترق. قيام مطفأة الحريق أمر خطير. لابد أن أحدهم قد أخذها. نقيب لابرادور، أرجوك ساعدني في معرفة الفاعل. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. ها، آثار يد صغيرة، وهذه واحدة أخرى أصغر. ماذا يوجد على الحائط؟ آثار رذاذ مطفأة الحريق، ورذاذ على البالون أيضاً. هل طارت مطفأة الحريق بعيداً؟ لا، أظن أن بعض الأطفال أخذوها. يجب أن نجدهم الآن. سأذهب لإلقاء نظرة. لقد ذهبوا في ذاك الاتجاه. الجو عاصف جداً. ماذا يحدث؟ دوبي، ساعدوني. أنا قادم، أنا قادم. دوبي، تمسك جيدا. لقد وجدتهما. دوبي، رأيت قردين صغيرين يلعبان بمطفآت الحريق. لقد ذهبا بهذا الاتجاه. هذا خطير جدا، علينا الذهاب وإيقافهما. شيء رائع حقا، انظر إلي. توقفي، هذا خطير. أولا، لا دوبي، أحضر مدفأة الحريق. دعي الأمر لي. ساعدوني. انتبه، تمسك جيدا. أمسكتك. أشيء يمكنه أن يفلت مني. لنأخذه إلى المستشفى. لن نلعب بمطفآت الحريق ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، نقل معدات إطفاء الحريق أو إتلافها أمر مخالف للقانون، لذا لا يجب أن تلعبوا بها. إذا لم تكن هناك مدفأة قربكم عند نشوب حريق، فمن الصعب السيطرة على الحريق. أيضاً، إذا لم تستخدموها بشكل صحيح، فقد تلحقون ضرراً كبيراً بأنفسكم وبالآخرين. رجاءً تذكروا ذلك. أوف. مكالمة من شخص غريب. صغيرتي، أنا ذاهبة إلى السوق. لا تفتحي الباب لأحد ولا تردي على الهاتف إذا لم تتعرفي على الرقم. أها، ودعاً. أوه، من يتصل؟ أوه، لا أعرف هذا الرقم، يجب ألا أرد عليه. ماذا لو كانت حالة طارئة؟ أوه،
مرحبا، معك النعجة الصغيرة. إنها صغيرة. مرحبا أيتها النعجة الصغيرة، هل والداك في البيت؟ أي لقد خرجا. ليس في البيت، هذا رائع. من هذا؟ أنا عمك الدب، صديق والديك، ألا تتذكرينني؟ آه، العم الدب. هذا صحيح، لقد اشتريت لك كعكة. واو، كعكة. هل يمكنك الانتظار بالخارج؟ سأكون هناك قريبا. حسناً، أنا قادمة. عم الدب. ها أنت ذي، تعالي معي. أوه، صغيرتي، أين أنت؟ صغيرتي. أوف، مرحباً، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، طفلتي صغيرته مفقودة، ساعدني أرجوك. ماذا؟ سنكون هناك. نقيب لابرادور، كانت ابنتي تلعب بالصلصال هنا لكنها اختفت حين عدت. لا تقلقي، دعي الأمر لنا. النوافذ مغلقة من الداخل. والغرفة تبدو عادية أيضا. يوجد صلصال على الهاتف، يبدو أن النعجة الصغيرة ردت على الهاتف. بابيون، تحققي من هذا الرقم. علم. هاي، لا، إنها مكالمة احتيالية. ربما تم خداع النعجة الصغيرة من خلال المكالمة. أين موقع هذا الرقم؟ هنا، شقة قوس قزح. هيا بنا. أين يختبئ الشرير؟ مرحبا، البيتزا خاصتك ستصل قريبا. توصيل بيتزا؟ لدي فكرة جيدة. أنا جائع جدا. من هذا؟ تهانينا، لقد ربحت قسيمة بيتزا مجانية. بيتزا مجانية؟ هذه هي فرصتك الأخيرة. إذا لم ترغب بها فستذهب هذه البيتزا اللذيذة إلى الشخص المحظوظ التالي. سأخذها. الغرفة 602 في شقة قوس قزح. أسرع أرجوك. بابيون، هل أنت جاهزة؟ أنا جاهزة. البيتزا اللذيذة الخارقة سيعلق بها على الفور. واو. هنا بالضبط. طلبية البيتزا. أنا هنا. واو، البيتزا خاصتي. قادم. إنها البيتزا خاصتي. إنها لي. أبعد يديك، إنها لي. إنها لي. أعطيها لي. الشرطة، يجب أن أهرب. توقف. توقف. ما هذا؟ توقف. توقف عندك. هاي، ابتعد. دوبي، توقف. لا يمكنك الإمساك به. هاي، لا يمكنك القفز. إذن وداعا. توقف هنا. دوبي، بابيون، استخدم الكماشة الخارقة. الكماشة الخارقة، انطلقي. دوبي الطائر انطلق. أنت لم تأكل البيتزا بعد. لا أحد يستطيع الهروب مني.
أيتها النعجة الصغيرة، أنت بأمان الآن، لقد أمسكنا الشرير. لن أرد على مكالمات الغرباء ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا تلقيتم مكالمة هاتفية من غرباء فلا تردوا عليها، فقط أخبروا والديكم. إذا رددتم على مكالمة من غرباء فلا تخبروهم أبداً أنكم بمفردكم، ولا تخبروهم أي شيء عنكم، أو قد يخدعكم الأشرار. رجاءً تذكروا ذلك. قرش كبير قادم. واو، تفضل. شرطية جديدة بابيون. سعيد بلقائك شرطية بابيون. لدي الكثير من الأدوات المفيدة، ستكون مفيدة لعملياتنا. مرحبا، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، يوجد قرش يعض الناس، أرجوك تعال. مرحبا مرحبا، لنذهب إلى الشاطئ الآن. حسنا. عاصفة قوية. هيا اصعدا. تمسكا جيدا، راقبا ما لدي. دوران دوران. عاليا في السماء. هيا بنا. انتبه إليه. إذا ما سأهتم بالقرش. شكرا دوبي. الجميع اخرجوا من الماء الآن. أخطأتني، لا يمكنك أن تعضني. دوبي اصعد الآن. حسنا، انتهى وقت اللعب. وداعا. كان ذلك مخيفا جدا. شكرا، انتم رائعون يا رفاق. نقيب لابرادور، اخي كان يركب الامواج لكنه لم يعد بعد. ماذا؟ سنذهب للبحث عنه في الحال. إنه هناك. علم. ساعدوني. ساعدوني. بسرعة، إنه بخطر. بابيون، نحتاج مساعدتك. إيه؟ علم، انظروا ما لدي. هذا قارب إنقاذ ذكي، إنه أوتوماتيكي بالكامل. لنصعد عليه. دوبي أسرع. لا. هيا. تمسك جيدا. هيا بنا.
أنا آسفة، هناك مشكلة ما في اللحام، لكن لا تقلقوا، هناك طريقة أخرى. انظروا. دواسات. دوبي جدف. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، القرش حيوان بحري خطير جداً، لا ينبغي لنا أن نلعب في الماء عندما يكون القرش قريباً. إذا رأيتم قرشاً، أخرجوا من الماء واذهبوا إلى أقرب مكان آمن. كذلك، لا تدخلوا الماء ولديكم جرح، قد تجذب رائحة دمائكم أسماك القرش. رجاءً تذكروا هذه النصائح. لا تأكل الطعام المتسخ. سيد ثعلب، أريد واحداً. حسناً، انتظروا قليلاً. خذي، خذ، تفضل. ما هذا؟ سيد ثعلب، ما هذا الشيء الأسود؟ إنها مجرد شوكولا. يبدو أنك أحببت سلطتي. سأعطيك واحدة أخرى. شكراً. بطني تؤلمني. أين المرحاض؟ لماذا يوجد أناس كثيرون هنا؟ إنهم لا يبدون بخير. نقيب لابرادور، جميع هؤلاء أصيبوا بتسمم غذائي. هناك خطب ما. تسمم غذائي؟ دوبي، رجاء اكتشف ماذا أكلوا اليوم. مرحبا يا صغير، كيف تشعر؟ لقد استخدمت المرحاض 3 مرات. هل تتذكر ماذا أكلت اليوم؟ تناولت المثلجات وسلطة الفواكه وكعكة. لا، أحتاج دخول المرحاض مجدداً. سيدي، ها هو التقرير، جميعهم تناولوا المثلجات والكعكة وسلطة الفواكه. لنذهب للتحقيق مع هذه المتاجر. لست أنا، متجر الكعك خاصتي موجود هنا منذ 100 عام. لم يحدث شيء كهذا منذ أن كان جدي هنا. لست أنا، أنا متأكدة أنه لا يوجد مشكلة في مثلجاتي اللذيذة. انظرا، مثلجاتي سليمة. ماذا؟ هل تشكاني بي؟ متجري نظيف جداً، كل سلطة فواكه أختارها بعناية بنفسي. وأوعيتها بنفسي.
واو، أحب سلطة الفواكه، أريد واحدة من فضلك. اختيار رائع. لا أظن أنه يوجد أي مشكلة في تلك المتاجر. لا تأكلها. شممت رائحة فاكهة متعفنة في سلطة السيد ثعلب في متجره. لابد أنه يخفي شيئاً. ماذا؟ أليس ذلك السيد ثعلب؟ ماذا يفعل هناك؟ لنذهب ونتبع. الفاكهة المتعفنة في كل مكان. لقد صدق ضابط الشرطة كل ما قلته. لا تهمني الفاكهة الفاسدة، أنا لا آكلها على أي حال. سيد ثعلب، كنت أنت من تسبب في مرض الآخرين. الشرطة، تعال معنا إلى مركز الشرطة. أنا سأركض. أراكما لاحقاً. يمكنك استعادتها. إنها مقرفة جداً. لا تريد أكل الفاكهة الفاسدة، أليس كذلك؟ أنت سيء جداً، ستذهب معنا إلى مركز الشرطة. بطني، أرجوكما خذاني إلى المستشفى أولاً. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، افحصوا طعامكم قبل أكله. إذا بدا متسخاً أو متعفناً أو انتهى تاريخ صلاحيته فلا يجب أن تتناولوه. يمكن أن يسبب الطعام الفاسد في آلام في المعدة وحتى التسمم الغذائي. رجاءً تذكروا ذلك. الوحش العضاد. واو، يا له من فطر جميل، لابد أنه لذيذ جداً. تعال أيها القندس الصغير، حان وقت العشاء. أنا قادم. لذيذ جداً. ما المشكلة أيها القندس الصغير؟ أريد المزيد من الفطر. لقيب لابرادور، القندس الصغير تحول إلى وحش وعضنا من الخلف. لقد كان مخيفا جدا. لقد عضكم بشدة. هناك خطب ما يا دوبي، علينا العثور على القندس الصغير الآن. حسناً. بهذه الوسادة ستكون مؤخرتي آمنة. إلى أين ذهب؟ بين الأشجار، هيا بنا. أليس هذا؟ القندس الصغير. أيها القندس الصغير؟ يبدو أن لديه خللاً ما. هاي أيها القندس الصغير. هاي أيها القندس الصغير. لماذا أنا مجسداً؟ انتبه.
دوبي لنتسلق شجرة الآن. أولا 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 فطر فطر كبير. فطر؟ لماذا يسمي الفراشة بالفطر؟ ما هذا؟ هذا غير ممكن. هذه هي آثار أسنان القندس الصغير. فهمت ما الذي يحدث. لقد تسمم القندس الصغير بالفطر، لهذا يتصرف بغرابة. ثم إذا نحن نبدو له كفطرين كبيرين. علينا إرساله إلى المستشفى حالا. فطر فطر. ها هو. عد أيها القندس الصغير، عد إلى هنا، ارجع. فطران فطران. رائع، إنه يظن أننا فطران حقا. نبقه كذلك. لا لا، من هنا من هنا. فطران فطران. من هنا من هنا. فطران فطران. القدس الصغير. بسرعة إلى المستشفى. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عليكم الحذر من الفطر في البرية. قد يبدو ملوناً وجميلاً، لكنه خطير جداً لأن أغلبه سام. لا تلتقطه أو تأكله أبداً. تذكروا ما تعلمناه اليوم. احذر من خيوط الطائرة الورقية. هاي أنا أسرع منك. مرحبا، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، يوجد شبح في الحديقة، أرجوك تعال الآن. شبح؟ سنكون هناك في الحال. ما الذي حدث لشعركما؟ كنا نقود الدراجات هناك وفجأة أصبح شعرنا هكذا. لابد أنه شبح، هذا مخيف جدا. لا تقلقا، لا يوجد أشباح في الحقيقة. يا صغيران، اذهبا إلى المنزل أولا. دوبي، لنذهب ونلقي نظرة. حسنا، هذا سيبقيني في أمان. هناك، هيا بنا. هيا.
أين هو؟ دعنا ننفصل. هذا يبدو كأنه مقص. أمسكتك. أولا شعري. سيد كسلان. ماذا؟ إذا أنت الشبح؟ مالك ليس أنا. إنه ليس الشبح، إنه البستاني هنا. ربما لا يزال يعمل في هذا الوقت لأنه يتحرك ببطء شديد. هذا صحيح. إذا ما الذي رأيناه للتو؟ يا لها من ريح قوية. انتبه. ما هذا؟ إنها طائرة ورقية. طائرة ورقية؟ انظر، هذا ذيل طائرة ورقية. إذا الشبح كان طائرة ورقية، لهذا كلما هبت الريح ظهرت الطائرة الورقية. لكن كيف يمكن للطائرة الورقية أن تقص شعر الآخرين؟ خيوط الطائرة الورقية حادة جداً لدرجة أنها تستطيع قطع الفاكهة بسهولة، ناهيك عن الشعر. هذا يبدو خطيراً جداً، يجب أن نجد الطائرة الورقية الآن. انتبه لاتجاه الريح. من ذاك الاتجاه. من هناك. إنها طائرة ورقية. يوجد الكثير من الناس هنا، يمكن أن يكون الأمر خطيراً جداً عليهم. الجميع انحنوا. هنا. تنحى جانباً. انتبه. ها سايدونا. وجدتها. نحن بأمان الآن. خيوط الطائرة الورقية حادة جدا ويمكن أن تؤذيكم بسهولة. أرجوكم أن تضعوا هذا في الحسبان. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، خيوط الطائرة الورقية تصبح حادة جداً عندما تكون مشدودة. إذا كان شخص ما يطلق طائرة ورقية أو إذا وجدتم طائرة ورقية سقطت بالقرب منكم، فرجاءً كونوا حذرين. ابتعدوا عن المكان حتى لا تتأذوا. رجاءً تذكروا هذه النصائح. لا تدخل الأشياء في أنفك وفمك. هيا أسرعوا، اصطفوا. الفراولة الألذ على الإطلاق. واو! سأخذ واحدة. سأخذ واحدة. سأخذ واحدة. حسناً، واحداً تلو الآخر رجاءً. ها. واو! حان دوري. هنا السيد سنجاب. سأخذ الفراولة. لا تتخطى الطابور. عذراً، تم بيع الحبة الأخيرة للتو. إنها لذيذة جداً. لا تقلقا، مع بذور النامية الخاصة ستحصلان قريباً على فراولة لذيذة. وجدتها. باستخدام البذور يمكنني زراعة الفراولة اللذيذة أيضاً. علينا أن نعود المرة القادمة. ليس لنذهب ونلقي نظرة. سيد سنجاب، ما المشكلة؟
لقد اختنقت بشيء ما. سأستخدم مناورة هيملي. كان ذلك وشيكا جدا. نقيب لابرادور، أحدهم سرق بذوري الخاصة. ماذا؟ رأيت للتو لصا يسرق بذوري، فحاولت استعادتها، لكن فجأة شعرت بشيء عالق في حلقي. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. لم يغادر أحد المستودع. والنوافذ مغلقة. أظن أن السارق يختبئ في السقف. توقف عندك. هاي، هذا أنت. دعني وشأني، دعني وشأني. لا يمكنك الهرب. توقف. أسرع. هناك. دوبي، هل أنت بخير؟ أنا بخير، لقد هرب بهذا الاتجاه. هيا بنا. لن تلحق بي أبدا. توقف عندك. أمسكتك. توقف. لن تتمكن من الهرب. أمسك بي إن استطعتما. لا أستطيع التنفس. كان ذلك مخيفا جدا. لا يجب أن تسرق الأشياء، ستأتي معنا. لن أفعل ذلك ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تضعوا أبداً أشياء صغيرة كالفاصوليا أو المكسرات أو الكريات الزجاجية في أنوفكم أو أفواهكم. قد يسبب ذلك صعوبات في التنفس، ويمكن حتى أن يعرض حياتكم للخطر. رجاءً تذكروا ذلك.